يبدو أن شعبية لعبة مكعب روبيك لم تختفي مع مرور الزمن، حيث أن أجيالا جديدة لا تزال تجد متعة في فك لغزها رغم تعرفهم على ألعاب إلكترونية متقدمة وأكثر رواجا من هذه اللعبة. نتابع. مكعب روبيك الشهير جمع عشاقه حول العالم للمنافسة على حل لغزه في مسابقة رسمية. في عيده 40 على انطلاقه، تنافس 30 لاعبا من 15 دولة حول العالم في المسابقة التي أقيمت إلكترونيا بسبب كورونا. فاز كريسمس البالغ من العمر 18 عاماً بكأس العالم لروبيك. تلك اللعبة تحظى بتشجيع كبير بسبب فوائدها الذهنية الكثيرة، فهي تساعد على تنشيط الذاكرة وعلى تحسين مستوى الصبر وصقل المهارات في حل المشكلات والتخطيط الجيد. ومن حماسة اللاعبين، يبدو أن تلك اللعبة التي تجاوز عمرها 4 عقود تجدد ألقها بمواهب جديدة حول العالم.